الواحد لما بيتعود على شر من حد وفجأة يعمل خير ما بنصدقوش، بنفتكر إنه ورا شر. أيوة يا أمل، بس خير إيه اللي شيماء ممكن تكون بتعمله؟ ليه ما قلتليش إن كريم هو العريس اللي هيتقدم لك؟ كنتي خايفة عليا ولا خايفة مني؟ مثلا أنا قلت لشيماء تروح تقعد معاه وتعرف ميته إيه. طب وليه ما قلتليش يا أمل؟ كنت عايزاه تيجي منك انتي. أيوة، يعني أجي أقول لك إيه؟ العريس اللي متقدم لي هو اللي سجنك وعمل فيكي كل ده، وأنا كمان بفكر أوافق ولا أرفض؟ وماله؟ مش انتي بتقولي إن هو اتغير وبقى كويس؟ أيوة، بس مفيش راجل يتقابل، مش ده كلامك يا أمل؟ لا، في يا دينا، لما يبقى راجل بجد. انتي بتحبي؟ تبقى بتحبيه؟ طب ايه؟ مالك مكسوفة كده ليه ومخطوفة وكحل اللي سايح ونايح ده؟ ها؟ مش متبسط أكيد؟ مش عارفة يا دندونة. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.